أهلا بكم في أولى حلقات برنامج استيفا مع عمرو حافظ، برنامج أسبوعي بكم ولكم حرفيا. الملكية الخاصة مصونة تحميها وتدافع عنها الدولة، هكذا قال الدستور، ولكنه نسي استثناء ملاك الإيجارات القديمة من هذه الملكية، فهم في الواقع ليسوا إلا ملاك على الأوراق فقط. فالمالك لا يستطيع اختيار مستأجره، لا يستطيع فسخ عقده معه، لا توجد مدة لهذا العقد. قيمة الأجرة بضع جنيهات وأحيانا بضع قروش، فأين الملكية إذن؟ قالوا لأجدادهم من أجل الحرب يجب أن تتحملوا، فتحملوا. قالوا لآبائهم من أجل العدوان يجب أن تتحملوا، فتحملوا. قالوا لهم إن الأمر أصبح شائكا وسنحل الأزمة، فصدقوا لأنهم كانوا يريدون أن يصدقوا. ما أكثر تلك الوعود وما أقل قدرة الكريم على التعلم. عشرات السنين من الحوار المجتمعي، جميع الأطراف أوضحت كل شيء، ولا زالت الإجابات. نحن بحاجة إلى حوار. ما الهدف من الحوار إذن؟ إذا كانت كل غايته هي المماطلة والتسويف، فلا زال بيننا من تربى على فلسفات الخوف من اتخاذ القرار. لا زال منا من يؤمن أن إعطاء الحقوق ضعف، والضعيف هو من له حق ولا يصر عليه. وما كنا أبدا بأمة ضعيفة، بل نحن خير أمة أخرجت للناس. تتساقط الأبنية القديمة يوميا، خاصة في مثل هذا الطقس أو بسبب الزلازل اليومية التي نشاهدها ونسمع عنها، ولا يفرق الموت بين مالك أو مستأجر، فكان الموت أكثر عدلا وإنصافا من قوانين الإيجارات التي فرقت بين مالك العقارات القديمة وبين أي مالك آخر. في ظل الجمهورية الجديدة وفي خضم قوانين يومية، ينتظر المصريون انتهاء هذا العبث المسمى بقانون الإيجار القديم، والذي بالمناسبة لا وجود له في أي بلد بالعالم إلا في مصر. أزمة أجمع الجميع على ضرورة الخلاص منها، بداية من أعضاء مجلس النواب، مرورا برئيس الحكومة المصرية، حتى رئيس الجمهورية نفسه. الجميع أقروا بأن هذا القانون غير عادل ولا بد من تغييره. أما آن الأوان أن تتحول الرغبات إلى أعمال على أرض الواقع؟ أما آن الأوان أن يعيش المالك ويتمتع بأملاكه وأمواله؟ أما آن الأوان ألا يشعر المالك بالذل والانكسار أمام أسرته لضيق ذات اليد؟ أما آن الأوان لأبناء المالك أن يتزوجوا كبقية الشباب؟ أما جاء الوقت أن يتمتع بالأماكن بشر، بشر بدلا من الحشرات والآفات المتعايشة في الأماكن المغلقة من عشرات السنين؟ ألم يكن أبناء الملاك أولى من تلك الحشرات؟ من أجل هذا وذاك نلقي نظرة على ملف الإيجارات القديمة، لعلنا نعلم من الذي يركب رأسه الآن ويتمثل بدور شمشون على حساب هؤلاء. وهل شمشون ذاته بمقدوره أن يعيش هو وزوجته وأبنائه وأن يعلمهم ويساعدهم على الزواج بعائد شقة لا تزيد أجرتها في أحسن الأحوال عن 10 جنيهات؟ قبل أن نفتح الملف، عسى أن يكون لنا دور في حل وإنهاء تلك الأزمة التاريخية. دعونا نلقي نظرة على هذا التقرير. المغلق اللي قافل شقته
لان قيمتها 7 8 جنيه وبنعتهم. وبعدين الجمله بقى الشهيره، هرمي لك ايجارك في المحكمه. دي بقى زي السلام عليكم، يروح يحط 7 8 جنيه يضربهم في 12 شهر، كل 12 شهر يبعت المحامي بتاعه يدخلهم في المحكمه. شوفي النهارده بقى لو احنا تخلصنا من هذا القانون، اكتر من 50% من القضايا اللي موجوده في المحاكم هتنتهي. طب مين يتكفل باولادي؟ مين ياكلهم؟ ال 30 جنيه ايجار العماره ولا ال 20 جنيه ايجار الفيلا اللي متوزعين على 9 ورثه؟ نجيب منين؟ ان الشخص في سنه ما يعني اجر ايجار الشقه بثلاث جنيهات، الثلاث جنيهات في وقتها قيمتها الفعليه تحقق وتقابل المنفعه، لان عقد الايجار في نظام الاسلام نظام الشرعي عقد مؤقت، عقد مؤقت وليس عقد دائم. اللي بيجي مثلا يقول لك ايه تعالوا نخش نعمل نقاش في تغيير العلاقه بين المالك والمستاجر للايجارات القديمه، يوم الناس تقول لك ايه لا دي مكتسبات، اوعى تقرب. الناس اللي عملت المكتسبات دي الله يرحمهم، ماتوا من زمان، واللي موجود دلوقتي احفادهم. طب هم كانوا يشكلوا قد ايه في الكتله السكانيه اللي تنفذ فيها القانون من الوضع الحالي؟ اذا انت بتتكلم على كتله سكانيه القانون ده تنفذ فيها سنه 62، طيب من 62 اللي كان ساكنين ساعتها واستفادوا من العلاقه ديت والتخفيض اللي تم، هو مدى الحياه؟ مدى حياتهم وحياه ابنائهم وابناء ابنائهم؟ ولا الموضوع ينتهي بقى؟